الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا ند له، ولا عدل له، ولا كفء له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه اختاره الله تبارك وتعالى اختيارا وانتقاء واصطفاء. الله يصطفي، يعني يصطفي؟ قال تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل يصطفي، يجتبي من خلقه من يشاء بعلمه. الله تعالى يجتبي، يصطفي، في حاجة اسمها الاصطفاء الرباني، الاجتباء الرباني. الله عز وجل عندما اختار من البشر، من بني آدم، الأنبياء، لم يكن هذا الاختيار عبثي أبدا، حاشاه تبارك وتعالى. إنما كما قال عز وجل: ولقد اخترناهم على علم، يعني ربنا عز وجل عليم. لما بينتقي ويصطفي عبد عشان يخليه رسول ويخليه نبي، هذا الاصطفاء وهذا الاجتباء كان عن علم. قال تبارك وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. اشمعنا ده ربنا من عليه؟ قال تعالى في نفس الآية في ختامها: أليس الله بأعلم بالشاكرين. هو عارف أن العبد ده يستحق حاجة نظيفة، عبد طيب، عبد طاهر. قال تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. سيدنا جبريل أفضل الملائكة وأعظمهم، عشان كده ربنا اصطفاه إنه إيه؟ إنه يحمل رسالته، إنه يحمل الرسالة للأنبياء. فجبريل ليس كميكائيل، وميكائيل ليس كإسرافيل. حتى وسط الرسل قال تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فمحمد صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الأنبياء. فالله عز وجل يصطفي ويجتبي من يشاء بعلمه تبارك وتعالى. لذلك اصطفى من خلقه الرسل، ثم اصطفى بعد الرسل أصحاب الرسل. فخير الناس بعد الأنبياء والمرسلين حواري رسل الله، ما من نبي إلا كان له أصحاب وحواريون. قال ابن مسعود فيما صح عنه رضي الله عنه وأرضاه: إن الله نظر في قلوب العباد. محل النظر فين؟ مش في الأجسام ولا في الأشكال. إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد أفضلها فاصطفاه، ثم نظر في قلوب الخلق بعد ذلك فوجد قلوب أصحابه أفضلها فاصطفاهم لصحبة نبيه. لذلك هؤلاء الصحابة تم اختيارهم واصطفاؤهم، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. تعالوا نرجع إلى أبي بكر الصديق. الله عز وجل اختاره ليكون صاحب نبيه ووزيره ومساعده وأهل مشورته. هذا الاختيار كما قلنا لم يكن عبثيا. فما الذي كان في أبي بكر الصديق؟ تعالوا نحكي لكم هذه القصة. أبو بكر الصديق بعدما أوذي في الله عز وجل أراد أن يهاجر. لما ابتلي المسلمون أراد أن يهاجر، فخرج، وفي الطريق لقيه رجل كافر يدعى، هذا الرجل يدعى ابن الدغنة، وهو سيد قبيلة تسمى القارة. فقال: إلى أين يا أبو بكر؟ رايح فين؟ قال: أخرج أعبد ربي، أسيح في الأرض، منعتوني أن أنا أعبد ربنا سبحانه وتعالى، خلاص كما قال القائل: وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متحول. وهاجر، قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الصديق هاجر، أراد أن يهاجر.
ابن دغين انت رايح فين؟ قال وهاجر. قال لا اسمع، قال يا أبا بكر إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، روح فين؟ تخيل ابن دغين هذا كافر ليس على دين أبي بكر، وهو يعلم أن أبا بكر مسلم وأنه مساعد النبي صلى الله عليه وسلم وصديقه وصاحبه. قالوا لا، إن مثلك، الناس اللي زيك أبو بكر، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج. ليه يا عم؟ لنسبه، لجماله، لماله؟ أبدا. تعالى شوف الصفات اللي عداها كده. قال يا أبا بكر إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب أو تكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ارجع وأنا لك جار. نقطة. عبد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يعني إيه؟ إيه معنى المعدن؟ المعدن شيء الذي يكون في باطن الأرض مستقر، عشان كده تقول لك هذا معدن نفيس وهذا معدن خسيس. فالذهب يباع بالجرام، بالجرام، والحديد بالطن. فالذهب ليس ليس كالحديد، هذا معدن نفيس غالي له ثمن له قيمة، وهذا معدن خسيس كثير منه جدا جدا. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. فين وفين لما تلاقي حد يصلح؟ عشان كده لم يوجد مثل الصديق، يقول الليث بن سعد، والليث بن سعد هذا إمام المصريين رحمة الله عليه تترى، أحد أكابر أهل العلم من أقران الإمام مالك، يقول كلمة جميلة جدا، يقول اسمع: لم يصحب الأنبياء أحد أفضل من أبي بكر. ثاني بيقول: لم يصحب الأنبياء أحد أفضل من أبي بكر، فكما أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء فأبو بكر أفضل الحواريين. لا يوجد، لن تجد الصديق، لا يوجد مثله في أصحاب الأنبياء. ابن الدغنة عدد صفات خطيرة جدا، الصفات دي هي نفس الصفات التي قالتها خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التوافق العجيب بين الشخصيتين، شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق. لما سيدنا عثمان رجع من غار حراء وراجع يقول: زملوني زملوني، يخشى على نفسه، نزل عليه جبريل: اقرأ اقرأ اقرأ، فقص على خديجة ما كان، فقالت له: أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا يا رسول الله، أنت مش ممكن ربنا يلحق بك الخزي أو الذل أو المهانة، لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ لماذا؟ قالت: إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. الخمسة دول هم الخمسة دول، كما قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن الدغنة لأبي بكر. هذه صفات النبلاء، صفات الكرماء الأعزة، معدن. إنك لتصل الرحم، واحد بيصل رحمه يعني إيه؟ يعني يذهب إلى أقاربه وإلى أرحامه، يصلهم بالكلام الطيب، بالعطاء الطيب، بالزيارة، ليس بخيلا عنهم ولا شحيحا ولا حقودا ولا حسودا. هذا يدل على نبل القلب وطهارته ونقائه. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. يعني تحمل الكل؟ تحمل الكل، الكل من الكلالة، من الكلالة يعني من المرض، يعني إذا واحد أصابه إعياء عجز أنت في ظهره بتشيله. وهذا الصنف أندر في الأمة من الكبريت الأحمر، إن ملاقوا حد مثلا عافانا الله وإياكم ابتلي مثلا بمرض معجز أو بفقر مضجع، من الذي يقف ويحمل هذا الرجل؟ هؤلاء في الناس على ندور. قالت أو قال: وتحمل الكل وتقري الضيف، عنده كرم،
لما يأتي ضيف يخرج له كل ما عنده، لا يبخل. وهذا يدل على أنه ليس عنده حرص، ليس عنده شح. قال تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يخرج كل ما عنده عن طيب نفس وتقري الضيف. قال الرابعة، وفي ضبطين فيها، اسمع كده، قال: وتكسب المعدوم أو وتكسب المعدوم. في فرق، في فرق. تكسب المعدوم يعني المعدوم اللي هو معش اللضى أبيض خالص. بتعمل إيه يا أبو بكر؟ بتروح على واحد فقد كل ما له من الدنيا، فتقول له: تعال يا معدوم، أنا أكسبك، أنا أعطيك حتى تقوم على قدميك. عارف واحد كده مثلا يجي على واحد ما عندوش مشروع، أو الدنيا مالت به وحدث له ملمات الزمان، يقول له: تعال يا فلان، فيعطيه ولا يتلكأ ولا يبخل. طيب ده تكسب المعدوم، تجعله معه كسب. الثاني: وتكسب المعدوم. تكسب يبقى أنا اللي بكسب. طب هو أبو بكر هيكسب إيه من المعدوم؟ واحد أصلا ما حلتوش اللضى، فقير جدا، هيكسب منه إيه؟ قالوا: كما أن الناس يكسبون من الناس المال، كذلك النبلاء كأبي بكر يكسب من المعدوم إيه؟ يكسب من ورائه الأجر، ويكسب من ورائه الشرف، ويكسب من ورائه النبل. لما عنده حاجة اسمها إحساس وشعور بالمكسب، لمجرد أن فلان ده وقف على رجله سعيد، أنا سعيد أن فلان ده الحمد لله كان في أزمة وبقى إنسان كويس، راحت به الضائقة المالية، هو كده مستريح. متعته في الدنيا أن يقف مع أصحاب الحاجيات، ده إنسان نبيل. ده فين في الناس النهاردة؟ هذا نادر. آخر حاجة بقى، قال: وتعين على نوائب الدهر أو نوائب الحق. يعني لما واحد يحصل له كارثة أو يحصل له مشكلة، تقف أنت في ظهره. الصفات دي يا أخوانا كانت في أبي بكر في الجاهلية، وكلها من الإسلام. قلت لكم الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ده بقى لما يجي له الإسلام يجعل كل هذه الصفات لله، وتزداد حسنا فوق حسن. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه، قال: ولأن أمشي في حاجة أخي أحب عندي أو أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، المسجد النبوي، شهرا. المعيار ده معيار ديني. يعني إيه؟ يعني أنت لو جالك واحد عنده مشوار، عنده حاجة، عنده مصلحة، وانت الآن الوقت بتاع المصلحة ده انت مخير ما بين تعتكف في المسجد النبوي او تمشي مع الرجل المسلم ده تقضي روح حاجته دي، نعصب بيقول لك تختار ايه؟ الاعتكاف سنة، لكن حاجة الرجل ده لو انك سرت معه هذا افضل عند الله من اعتكافك شهرا كاملا في المسجد النبوي. يقول صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين. يعني ساعة، يعني واحد امرأة أرملة فقدت زوجها، فأنا أسعى لكي أعطيها رزقها ورزق عيالها أو حوائجها، والمسكين الذي دخله لا يكفي. قال زي إيه؟ قال: كالمجاهد في سبيل الله. يا الله. قال: أو كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. هذا معيار. إذن إن مثلك لا يخرج يا أبا بكر. هذا هو الانتقاء والاصطفاء. الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولقد اخترناهم على علم. اللهم اجعلنا من عبادك المصطفين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.